تحية لكم أينما كنتم المشاهدين الكرام، أينما أحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة. أحد الدوريات الشعبية والذي يقام بشكل سنوي دوري أحمد باصغير المسبحي، والذي يعد متنفسا لأبناء مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، بطولة تعني الكثير لعشاق الساحرة المستديرة في هذه المنطقة. أيضا تتابعون معنا اعتزال نجم الكرة اليمنية بشكل عام والكرة الشبوانية بشكل خاص، اللاعب الذي مثل المنتخب الوطني في العديد من المناسبات والبطولات الدولية الكابتن منصر باحاج. أيضا تشاهدون في هذه الحلقة الكرة الأوروبية عادت من جديد، الدوري الإنجليزي يعود مجددا، جولة أولى شهدت الكثير من الأحداث، نتابع تفاصيلها في هذه الحلقة. أرحب بكم من جديد مشاهدينا. إذن استعدادا للنسخة السادسة من دوري باصغير المسبحي، أقيمت مباراة كأس السوبر بين بطل الدوريات الشعبية في محافظة أبين وفريق شركة MTN، وبطل الدوريات الشعبية في البيضاء وفريق التلال، وحسمه الأخير بركلات الترجيح. سبق اللقاء مشاهدينا حفل فني مصغر برقصات شعبية واستعراض لفرق البطولة المشاركة وبحضور جماهيري كبير. كان في مقدمتهم نجمي الكرة اليمنية الكابتن شرف محفوظ والكابتن علي النونو. وفي افتتاح مباريات دوري باصغير المسبحي تمكن فريق الصقر من الخروج فائزا من المباراة الأولى أمام الشرارة بخمسة أهداف مقابل أربعة. فريق الشرارة كان السباق في التسجيل قبل أن يدرك الصقر هدف التعادل أنهى به الشوط الأول. أما في الحصة الثانية فقد فرض الصقر سيطرته على مجريات اللقاء ليتمكن من حصد فوزه الأول في هذه المسابقة. نتحدث مشاهدينا الكرام حول هذا الدوري المصغر دوري باصغير المسبحي. عبر الهاتف ينضم إلينا رئيس اللجنة المنظمة للدوري الكابتن محمد أحمد. أهلا بكابتن محمد. أهلا وسهلا بكم في دورينا دوري باصغير المسبحي، ونشكر قناة المهلية على هذه الاستضافة لنسلط الضوء على دوري باصغير المسبحي في نسخته السادسة. وسأعطيك المساحة لأن تعطينا وتعطي السادة المشاهدين نبذة عن هذه البطولة، حدثنا عنها. دوري باصغير المسبحي يعد من ابرز الدوريات الشعبيه التي تقام بالجمهوريه اليمنيه، ونحن الان في النسخه السادسه منه، حيث ان هذا الدوري بدا بعطاء الشيخ احمد محمد باصغير المسبحي الذي سعى ويسعى لتنشيط الحركه الرياضيه بمديريه مكيراس والوطن خاصة، ويستضيف هذا الدوري نخبة من نجوم الكرة اليمنية ومن أبرز الأندية التي تشارك فيه. يعد الدوري نواة لاكتشاف المواهب الشبابية في المحافظة. يعني هذا الدوري له أهداف كثيرة لديكم، من ضمنها مثلا كما تفضلت اكتشاف مواهب وغيره. نعم نعم. تلاحظ من خلال تطور دوري باصغير المسبحي في نسخه الخامس أن المستوى بدأ يتطور من النسخة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة، حيث أصبح العمل أو النشاط الكروي متغير وله تكتيكات وفنيات جميلة، وأدخلت فيه أساليب جديدة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ احمد محمد باصغير، وكذلك وقوف السلطه المحليه المديريه والمحافظه ونخبه من الشخصيات الرياضيه التي تساندنا في العمل في هذا المجال. يعني لديكم عده داعمين، مثلا هل للاتحاد اليمني لكره القدم او للجهات الرياضيه مثلا وزاره الشباب والرياضه او الشخصيات الرياضيه الكبيره
أي إسهام في دعمكم خلال السنوات أو البطولة السادسة؟ بالعكس، ليس هناك أي إسهام مادي لهذا الدوري إلا من الشيخ أحمد محمد باشغير المسبحي الذي يرعاه ويدعمه. أما الدعم بالمساندة المعنوية فنعم، نعم نلقى دعم مساندة معنوية وتكاتف. المساندة المعنوية لا تكفي، ويحتاج مثل هذه الأنشطة دعم مادي. نحتاج نعم نحتاج إلى وقوف الوزارة، وقوف مكتب الشباب، وقوف الشخصيات الاجتماعية، وقوف التجار في مساندة الشيخ أحمد محمد باصغير المسبحي، وخاصة أننا نشكو ونعاني من أرضية الملعب الغير صالحة للعب. فنخبة من نجوم الكرة اليمنية تشارك في هذا الدوري ويحتاجون إلى ملعب، ومن حقهم أن يحتاجون إلى ملعب يعني معشب، ملعب يليق بوجودهم ويليق بالاحتفاليات التي تقام في مكيرات. كون مكيرات الآن هي الأشهر على مستوى الجمهورية في إقامة هذه الفعالية في ظل غياب النشاط الكروي كما تلاحظون، وانتم شفتوا افتتاحيه كبيره وحضور جماهيري كبير ايضا، وحضور جماهيري كبير منقطع النظير لم تشاهدوه ولن تشاهدوه 15 سنه في دوريات الانديه ولا الاتحاد الكروي الاتحاد اليمني الكروي. طيب طيب انتم الان المنظمين اكمل والسلطه في الدوله ببناء او تشييد ملعب مكيرات. من المهم أن تلتفت الوزارة لهذه المناشدات، خاصة كما رأينا في الفيديو حضور جماهيري كبير جدا، وربما تحظى مثل هذه الفعاليات بتوافد مشجعين كثر. طيب أنتم المشجعون سواء أو أنتم في هذه البطولة والقائمين عليها، هل تنصحون بقية المناطق بإقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية لما لها من فوائد وأهداف ربما تنعكس بالإيجاب على الرياضة اليمنية، اكتشاف مواهب وغيره من الأهداف؟ طبيعي طبيعي جدا جدا، ونتمنى ونشد على أيدي كافة المناطق أن تحذو حذونا. وعلى سبيل الذكر، فقد أقام الشيخ أحمد محمد باشغير المسبحي دوري باشغير المسبحي في مديريات الوضيع، موديا، لودر لتنشيط الحركه الرياضيه هناك، ولم يقتصر على مكيرات فقط، بل تعدى نشاطنا نشاط الشيخ احمد محمد باشغير المسبحي الى محافظه ابين، واقام دوري جمع هذه المديريات كلها. كرة قدم فقط ام هناك مثلا فعاليات وانشطه رياضيه اخرى؟ كرة قدم، ونحن نسعى ان شاء الله الى تنشيط العاب اخرى اذا امكن. رسالة أخيرة أستاذ محمد تريد أن ترسلها بمناسبة هذا الدوري وهذا الزخم الرياضي وهذا الحضور الجماهيري وربما هذا النجاح لهذه البطولة في منطقتكم؟ رسالتي التي أوجه أولا شكر وتقدير وعرفان لكل من ساندونا في إنجاح هذه الفعالية ويساندونا، وكل من حضروا من نجوم الكره اليمنيه ومن شخصيات رياضيه، ووجه ايضا رساله الى وزاره الشباب والرياضه وكافه المعنيين الالتفات الينا والالتفات الى ملعب نادي شباب مكيرات، واشد على ايديهم بان ينقذونا بملعب، وان نقيم النسخه السابعه على ملعب معشب يليق بالكره اليمنيه الذي اصبحت مكيرات هي المتنفس الوحيد لهم. أشكرك جزيل الشكر، وكما نشاهد الآن في الشاشة الآلاف من المشجعين في هذه المنطقة يستحقون أن يقام لهم ملعب رياضي مكتمل التجهيزات. أشكرك جزيل الشكر الرئيس اللجنة المنظمة للدوري أحمد باصغير المسبحي الكابتن محمد أحمد، شكرا لك. إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، فقد أعلن نادي أسوان الناشط في الدوري المصري عن توصله لحل ودي مع لاعبنا الدولي عمر الداحي يقضي بفك الارتباط بين الطرفين. ذكرت مصادر مطلعة في النادي المصري أن الداحي اضطر للتنازل عن مستحقات سنة كاملة من العقد مقابل سمح له بمغادرة تماسيح النيل. وبحسب المصدر فإن الداحي اشترط على النادي المصري صرف باقي مستحقاته من الموسم المقبل والتي لم يفرج عنها حتى الآن.
كشف المصدر أن الرغبة لدى الداحي بفسخ العقد كانت كبيرة، حيث يرغب في اللعب بشكل مستمر وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه في النادي الأسواني. هذا وبدأ الداحي في دراسة عدد من العروض أبرزها من أندية في دوري الدرجة الأولى مجموعة القاهرة وأخرى من أندية في البحرين والعراق. وكان نادي أسوان قد تعاقد مع الداحي قبل موسمين قادما من نادي شعب صنعاء في صفقة وصلت قيمتها إلى 180 ألف دولار لمدة 3 سنوات. في أخبار لاعبي منتخباتنا الوطنية وخبر جديد أيضا، حيث اقترب لاعب منتخب الشباب عبد الرحمن الشامي من الاحتراف في صفوف نادي الجولان الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى العراقي. وذكر مصدر مقرب من اللاعب لبرنامج الملعب أن النادي العراقي قدم عرضا للشامي يتضمن راتب 2000 دولار شهريا إضافة إلى بعض الامتيازات والحوافز. وأشار المصدر إلى أن الشامي وافق مبدئيا على العرض وأجل موافقته النهائية حتى نهاية مهمة مع منتخبنا الوطني للشباب في التصفيات الآسيوية التي ستقام منتصف سبتمبر المقبل. وبين المصدر أن تعاقد نادي الجولان مع لاعب منتخبنا حمزة الريمي واقترابه من التوقيع مع زميله محمد هاشم جعل الشامي أكثر ثقة في الرد بالموافقة على العرض العراقي. وقدم الشامي أداء متميز مع الأحمر الشاب لفت به الأنظار في البطولة العربية التي أقيمت في السعودية خلال الأيام الماضية. أقيم على ملعب الفقيد الخليفي الرياضي بمدينة عتق بمحافظة شبوة مهرجان اعتزال الكابتن ولاعب المنتخبات الوطنية ابن شبوة منصر بحاج برعاية المحافظ عوض ابن الوزير وإشراف مكتب الشباب والرياضة وفرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالمحافظة. وشهد المهرجان الرياضي الكبير إقامة مباراة ودية جمعت نجوم اليمن ونجوم فريقي التضامن عتق وطليعة حبان بشبوة، وانتهت المباراة بفوز الفريق المشترك للتضامن والطليعة 4 أهداف مقابل 3 أهداف لصالح نجوم اليمن. وقام الوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي خلال مراسم الاعتزال بتكريم النجم الرياضي الكبير منصر بحاج بالشهادات التكريمية والحوافز المالية التي انهالت عليه من عديد من الشخصيات الرسمية ورجال المال والشركات والأندية الرياضية بالمحافظة. في دوره عبر الكابتن بحاج عن امتنانه الكبير بإقامة أول مهرجان اعتزال له في شبوة، منوها بسعادته الغامرة في مشاركة هذه الكوكبة الكبيرة من نجوم اليمن في مهرجان اعتزاله، مثنيا على مستوى الحضور المشرف لعشاق المستديرة بالمحافظة. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الرياضية، أشكركم على طيب متابعتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.